حلقة جديدة من برنامج صحتك مع مروة غنيم. اليوم بكلمكم من مجمع المسواك شارع التحلية. هنقابل اليوم دكتور راوي ناجي الفرا، أخصائي زراعة الوجه والفكين، وهنقابل كمان دكتور أحمد غريب، طبيب تجميل أسنان. قبل ده كله هناخد جولة في المجمع ونشوفه، وبعد كده هندخل عند دكتور راوي. خليكم معايا. معايا الآن دكتور راوي ناجي الفرا، أخصائي زراعة الوجه والفكين بمجمع المسواك شارع التحلية. أهلا يا دكتور. أهلا وسهلا. عايز أسألك عن زراعة الأسنان ومرضى السكر، هل ينفع مريض السكر يعمل زراعة الأسنان، وهل في حاجات معينة لازم يعملها الأول قبل عملية الزراعة، وهل العظم في الحالة اللي زي دي بيلتئم بسرعة ولا لا؟ هو سؤالك ينقسم الى ثلاث اقسام. اول شيء، هل مريض السكر ينفع له زراعه او لا؟ طبيعي انه بيقبل الزراعه كمريض السكر، لكن بنحتاج فحوصات قبل ان احنا نبدا الزراعه، منها سكر التراكمي، منها فيتامين د. سكر التراكمي اذا كان معدله نورمال او طبيعي فانه الجسم بيقبلها وبنقدر احنا نعمل بدون اي مضاعفات. الليفل انه هو يكون السكر التراكمي طبيعي من 5 ل7، من 7 إلى 10 بيكون في ريسك على المريض وعلى الطبيب وعلى الزرعه ان هي تثبت مكانها، فوق ال10 احنا بنرفض الحاله تماما. عايز اسالك عن زراعه الاسنان، هل بتسبب الم اثناء الزراعه، وهل ممكن تحصل في يوم واحد؟ سؤال كمان معاهم، هل ممكن نزرع اكثر من سن في وقت واحد؟ بالنسبة لأنه الزراعة، وقت الزراعة هل في ألم أو لا؟ فطبيعي إنه إحنا الحمد لله العلم تطور جدا يعني، فما في أي ألم أثناء الزراعة. إيش السبب؟ إن إحنا بنعطيله إبرة البنج، إبرة البنج هذه بتكون كنيفي بلوك، بتقفل لي منطقة كاملة، فالمريض ما بحس بأي ألم أثناء الزراعة.
هل ممكن أن أزرع زرعة في نفس كذا زرعة في نفس اليوم؟ بقدر أن أزرع لحد 6 زرعات في نفس اليوم في، لكن بتختلف من مريض مريض، نفس الناحية نفس الفك. بالعادة إحنا بنحتاج أن نحمل الناحية اليمين أو اليسار. إمتى حضرتك بتحدد أن المريض اللي معاك محتاج زراعة ومش محتاج لا بريدج ولا دينشر؟ هذا بتختلف من حالة من مريض إلى مريض. إذا المريض ما عنده أو عنده حاجة اسمها لونج سبان، التركيبة حتكون مبنية على أكثر من سن، فبالتالي أفضل له أن احنا نعمل زراعة بحيث أن احنا نحمل بريدج. لكن إذا فقدان سن واحد أو سنين بنتوجه الموضوع البريدج والتركيبات. تمام. طب هل في عمر معين أقول ما ينفعش خلاص لي زراعة؟ شوفي، بالنسبة للأعمار بتختلف. ممكن في بعض الأطفال بيجونا كونجينيتال وراثيا أو هيرديتري، يعني خلق من الله سبحانه وتعالى ما عندهم أسنان. لكن العمر الأفضل للزراعة من 14 سنة فما فوق. تحت 14 سنة ما بنحبس، ممكن نوجهه لأشياء أخرى في مجال طب الأسنان كالتقويم، أو بنوجهه لأشياء اسمها حفاظية إن إحنا نحافظ على المسافات. لكن تحت 14 سنة ما بنحبس. عملية الزراعة بتبقى آخر خطوة فيها هي التركيبة، مظبوط؟ تمام. طيب في حالة التركيبة بعد الزراعة، هل ممكن نعمل تركيبة متكاملة متلاصقة أم كل الضرس لحاله؟ برجع بقول لك برضو على حسب حالة المريض، لكن في مرضى احنا مضطرين ان احنا نعملهم التركيبة متلاصقة، وممكن ان احنا نعملهم بنقسمهم على 3 أجزاء. لكن انا نعمل كل سن لوحده، هذه بتكون دائما في التركيبات في وجود اسنان. مش في حالة اني انا مثلا زرعت الفول ارش، الارش كامل، في حالة ان انا ازرعه بضطر ان هي تكون اما مقسمة الى 3 3 3 او 4 بريدجات، او اني انا بعملها يونت واحد يونت كامل. فبتختلف من حالة لحالة مريض. طيب يا دكتور، أنا كنت عايزة ندخل معاك ونشوف حالة من المرضى بتوعك. يا أهلا وسهلا. تمام؟ تمام. الآن معانا حالة تشخيصية في عيادة دكتور راوي. أهلا يا دكتور. أهلا وسهلا. أهلا يا رولا. السلام عليكم. وعليكم. كيفك يا رولا؟ تمام. إيش أخبارك؟ كيف صحتك؟ تمام. أهلا وسهلا فيك في عيادتي. إيش مشكلتك بالنسبة لأسنانك، أو إيش سبب زيارتك للعيادة؟ حابة أسوي فحص لأسناني أشوف هي إيش محتاجة. طيب نبدأ. بدي تكوني ريلاكس، تهدي، ما في أي شيء، بس حنعمل دايجنوسز اليوم. تمام. أوكي. أنت كم عمرك يا رولا؟ كل العمر إن شاء الله يا رب. تمك يا رولا. بسم الله. انت هنا مسوي حشوة قديمة. تمام. هذا السن برضو. في عندك كسر هنا. طيب. هذا السن يا رولا اللي هنا تحت. لا افتح لي تمك شوي. سنك هذا اللي تحت على شتي عصب. ما سويتي له عصب، بس كان في تسوس وبدلناه بحشوه تجميليه. طيب الحشوه التجميليه عندك كبيره، فانا محتاجين ان احنا نحضر له ونعمل له تحضير ونعمل له كراونز تركيبات على السن هذا. وعندك الكسر هذا اللي موجود هنا، تمام، محتاج ان احنا نعمل له لومينير. عارف ايش الفرق بين اللومينير والفينير؟ طيب انا هشرح لك شرح بسيط بالنسبه للتركيبات. الابتسام معنا بتنقسم ل قسمين، اما متحركه او ثابته. المتحركه اللي هي سناب اون سمايل، بنلبسها عندنا مناسبه، بدنا نروح اي مكان، بس ما بنقدر ناكل ونشرب عليها، او الاكل والشرب عليها بيكون شيء خفيف. تمام. القسم الثاني اللي هي الايش، الابتسامات الثابته، اما فينير او لومينير او كراونز. ايش الفرق بينهم؟ الفينير هي تحضير للوجه الامامي للاسنان، مجرد بنلمس السن من السطح الليبيال او الامامي له، وبنعمل عدسة عليه. أوكي. اللومينير بيكون عبارة عن عدسة فقط بدون ما نلمس الأسنان. الكراونز هي تركيبات بنحضر كامل السن وبنعمل تركيبة. في حالتك هذا بعد ما كشفت عليك، الأفضل لك حاجة اسمها ليمونير، عدسة مجرد مقاس، ناخد إمبريشن على السفلي وبنحضر لك عدسات.
تمام. طيب عايز اسالك يا دكتور، في الحاله زي دي لو هي طلبت تركيبه ثانيه غير اللي حضرتك حددتها لها، هيكون قرار حضرتك ايه؟ قراري حرفض، لانه مش مناسب لها. الافضل ان هي تعمل اللومينيرز، لانه اللي بيشخص الحاله دائما او بيختار لومينير او فينير، حتى لو كان طلب المريض اللي بيحددها الطبيب وبناء على الاسنان وصحه اسنانه، فصحتها هي افضل ان احنا نعمل لها حاجه اسمها ليمونير، مجرد قشور اسنان. طيب بالنسبه لعمرها، انت عندك كم سنه؟ 22. طيب 22 سنه، بما اننا اتكلمنا عن الزراعه، هل العمر ده لعمل لو محتاجه عمليه زراعه تقوم بيه؟ طبعا بنقوم فيه، لانه عمرها مناسب للزراعه. انا سالت عن سنها السفلي لتحت، لو كانت معالجه له عصب وكان في انفكشن او التهاب تحته، بنخلعه وبنزرع في نفس الجلسه. زراعه بنسميها فوريه او لودينج امبلانت او ريسنت امبلانت، على طول في نفس الجلسه على طول خلعوا زراعه وبناخذ الغرز. طيب في حاله ان المريض جاي لك وفي اصفرار شديد في الاسنان، هل الاختيار الاول والامثل هل الطبيب ام العدسات؟ بنختار الاثنين مع بعض. للشرار الشديد بنعمل تبييض، بعد كده بنعمل له اللومينير او الفينير، بنحدد برضه على حسب سلامة الأسنان. ليش بنعمل التبييض؟ لأنه المريض في بعض الأحيان بيكون محتاج أسنانه تكون بيضة ناصعة البياض، فلو عملنا العدسات فقط ممكن تديني العدسة، لأنه سمكها جدا ضعيف، يعني سمكها ما بيجي نص ملي، فممكن يعكس لي لون الأسنان، فبنبيض الأسنان درجة أو درجتين وبنحط العدسات، فبنوصل لدرجة اللون الأبيض الفاتح اللي بيكون محتاجه المريض. طيب في حالات بها حضرتك بتبقى جايه تقول لحضرتك انا عايزه اعمل عدسه وحضرتك تقول لا تركيبه، انت ممكن تحدد ده؟ في الحالات اللي هو بيكون السن متضرر كامله بنتوجه للتركيبات، فبناء على حاله السن نفسه، اذا السن متهتك كاملا او انتاكت كامل بنضطر نحن نقول له لا، هذه تركيبات وليست عدسات. تمام. طيب في مخاوف للمريض من التركيبات، هقول لك بعض منها اللي انا متذكرها. العناية بالأسنان الداخلية، في كفر بيبقى محطوط فوق الأسنان، فدايما بيبقى فيه هوس إن الأسنان اللي جوه دي أنا سايباها بدون أي عناية، سايباها كده متغطية أيا يكن الفترة اللي هتكون متغطية فيها. في حاجة كمان زي برد الأسنان، بتقلق كتير من الناس، أنا هبرد أسناني مش هترجع تاني، خلاص صورتها. تالت حاجة الرائحة الكريهة. تمام. أول حاجة بالنسبة للأسنان الخلفية، إحنا ما بنتوجه بالذات للأسنان الخلفية إن إحنا نعمل تركيبات زي ما شرحت لك قبل شوية، إلا إذا كان السن يعني في تسوس عميق أو عملنا له علاج عصب، فبضطر إن أنا أسوي له تركيبات. في حالة إنه برد الأسنان، إحنا مجرد إن إحنا بناخذ من ملي ونص ماكسيموم لاتنين ملي من السن، فما بنحضر السن تحضير اللي يخوف المريض. ليش؟ لأنه عندك الأسنان عبارة عن ثلاث طبقات، إنامل دونتين بالب، الإنامل حوالي عندك 7 ملي أو 8 ملي، إحنا مجرد إحنا بناخذ 2 ملي فقط لا غير، فبيفضل السن حجمه كما هو، لكن بنصغر حجمه شوية بالتحضير عشان أقدر أعمل كرييشن سبيس أو أخلق مسافة إن أنا أقدر أحط الكراونز التركيبات. بالنسبة للروائح الكريهة ما بتعتمد على الطبيب وعلى التركيبات فقط، برضو على اهتمام المريض. المريض لازم يفرش أسنانه ويعتني فيها كأنه بيعتني بأسنانه الطبيعية. بعدين بروح المسؤولية على الطبيب في إنزال التركيبة، يعني التركيبة تكون نازلة قافلة مارجن تمام، المارجن يعني حوافها قافلة على اللثة تماما، قافلة على السن تماما، فبالتالي هذا عمره ما بطلع روح كريهة. طيب وفي سؤال كتير انا سمعته من كتير من الناس، فبسبب الفيديوهات بتاعت عمليه الزراعه. تمام. اما بنشوف عمليه الزراعه على الشاشه وازاي بيدخل وازاي بيبقى فيه خرم في اللثه وازاي بيبقى فيه تركيبه فوقيها التركيبه السطحيه، تمام، ازاي نخلي المريض ما يخافش من حاجه زي دي؟ شوفي، الجراحه او الزراعه بتنقسم لقسمين، اما انفيزبل او فيزبل، يعني إما أنه أنا بضطر أتدخل جراحياً وأشق اللثة تماماً وأكشف العظم وأشوف العظم وأحط الزرع، أو أنه بدون. في الحالات السامبل أنا ما بضطر أني ألمس اللثة نهائياً، مجرد دريلينج، جهاز خاص بحفر العظم، والأمر جداً سهل، يعني ما في أي بين، لأنه برضو العظم ما في أي نهايات عصبية أنه المريض يحس بألم، النهايات العصبية موجودة داخل اللثة فقط لا غير، فمجرد انه الزرع انحط داخل العظم المريض ما بيحس بوجودها اصلا.
تمام. بالنسبة للجراحة احنا بنكون مضطرين في الحالات هذه، وحتى في الحالات هذه المريض ما بيحس بالألم لأنه هو بيكون ماخذ بنج موضعي كامل، المنطقة مغلقة. بعد عملية الجراحة المريض مضطر انه يمشي على مضاد حيوي مسكن مدة أسبوع. خلال الأسبوع هذا المريض أو بعد عملية الجراحة مباشرة المريض ما بيحس بالألام اللي هو متخيلها، لأنه مدة البنج 3 ساعات، مجرد يفك البنج انتهى كل حاجة. طيب مشاكل الأسنان كتير، سواء عشان نزرع أو نعمل تركيبة أو تسوس أو غيره باللسة، عايزة نصيحة للمشاهدين إزاي نتلاشى أو نقلل فرصة أن احنا نوصل لمراحل متأخرة للأسنان. نصيحتي لهم انه زيارة طبيب الاسنان كل 3 شهور 6 شهور ماكسيموم مرة، انه يعمل تشيك اب كامل على اسنانه عشان نلحق المشكلة في بدايتها لا سمح الله لو صار مشاكل في بدايتها. ما في داعي نحن نخاف من طبيب الاسنان، سابقا كنا نخاف من طبيب الاسنان لكن حاليا العلم تطور وصلنا لمراحل متطورة جدا، فما في داعي نحن نخاف. زيارة طبيب الاسنان تعتبر كزيارة صديق او اخ. دكتور راوي اشكرك، افدتنا ويا رب نكون أفدنا المشاهدين معانا. شكرا يا دكتور. عفوا، أهلا وسهلا، شرفتوني وإحنا في الخدمة دائما. أهلا وسهلا. معكم الآن من عيادة الدكتور أحمد غريب طبيب تجميل الأسنان بمجمع المسواك فرع التحلية، وهنشوف معاه حالة تركيبات أسنان. أهلا يا دكتور. يا أهلا، حياكم الله، نورتوني بالعيادة. نورتنا يا دكتور في الحلقة. معانا الحالة سحر. أهلا يا سحر. كنت عايزك تشرح لنا حالة سحر قبل التركيبات وبعد التركيبات وليه اخترت لها نوع التركيبات اللي هي طيب ركبت. المريضة سحر جتنا في البداية بتشتكي من تصبغات في الأسنان، حشوات قديمة، وشكل الأسنان ما كان عاجبها، تمام. فحابين نحل لها المشكلة هذه. طبعا أول خطوة عملناها علاج اللثة، وبعد كذا عملنا العلاجات الأسنان من حشوات وعلاج عصب، بعد كذا عملنا تركيبات الزيليكون في حالتها. طيب هل تم برد الأسنان قبل التركيبة؟ بالنسبة لها تم برد الأسنان لأنه أغلب الأسنان كانت متسوسة ومعمول لها علاج عصب، فكان لازم نحافظ عليها بالبرد والتركيبة الزيليكون. طيب نوع التركيبة؟ زيليكون نوع التركيبة. طبعا اخترنا النوع هذا تركيبات الزيليكون لأنه ما في شفافية عالية، فبيغطي عيوب الأسنان إذا كان فيها تصبغات أو كان فيها مسحوب معمول لها علاج عصب كل سنة لون، فبيتغطي العيوب هذه كلها. طيب سحر، ممكن أسألك حالتك قبل التركيبة وبعد التركيبة، ايه المشكلة اللي كنت بتعاني بيها قبل ما تعملي التركيبة مع دكتور احمد؟ طيب كنت اعاني من تصبغات، تسوس، اسناني مكسرة، يعني الاسنان الامامية هذه غالبا بتكون مكسرة. الحشوات كانت قديمة شوية، غير اللي هي الدكتور اللي تحتاج حشوات. عمل برد الاسنان قبل التركيبة؟ برد، يس. طيب هل بعد ما عملتي التركيبة طريقة العناية بتاعت الاسنان بتاعتك اختلفت؟ تقريبا هي نفسها، بس كان حريص اكثر شيء على موضوع اللثه انه اهتم فيها اكثر، يعني لو بفرش اسناني مرتين لا افرشها 3 مرات عشان موضوع اللثه ابغاها تكون اقوى. فرقت معاكي بعد ما عملتي التركيبه نفسيا؟ يس كتير. وهل فعلا تركيبه الاسنان بتحسي بفرق اول ما بتركبيها ولا حسب طبيعيه؟ في البدايه تاخذ شويه وقت، يعني 2 3 لين ما تتعودي انه في شيء جديد، شيء مختلف، بس بعد كده بتتعامل بشكل طبيعي. طبعا فرقت معاكي في الابتسامه والكلام، كان في فراغات في الاسنان ولا كان كانت اسنان صغيره؟ فلك انت تخيلي صغيره وشويه مكسره وتصبغات وكده، لا فرقت يعني على شكل وجهي صارت اجمل ما شاء الله. تمام. طيب هل في متابعه معينه بتعمليها مع دكتور احمد مثلا بعد التركيبات؟ قال لك على برنامج معين هتمشي بيه؟ من 3 إلى 4 شهور لازم اسوي تنظيفات للاسنان، اللي هي الجير والتصبغات، ولا عشان حتى اكد لي على موضوع اللثه. طيب ممتاز، اشكرك يا صحه. اهلا وسهلا، شكرا. العفو. ارجع معاك يا دكتور. طيب يا دكتور، العمر الافتراضي للتركيبه اللي عملتها لصحر قد ايه؟ العمر الافتراضي لتركيبات الزيليكون ده من 10 سنوات إلى 15 سنة، بيعتمد على اهتمام المريض بالاسنان واللثه. اللي بيصير بعد الفتره هذه مش انه التركيبات بيصير فيها مشاكل، غالبا مع التقدم في العمر بيصير تراجعات في اللثه، فبيكشف حواف الاسنان، فبنضطر انه نغيرها بعد الوقت هذا. طيب هل لو في تركيبه جديده نزلت وجت سحر قالت لك انا عايزه التركيبه اللي طالعه جديده ومعمول عليها اعلانات كتير قوي وعايزه اركبها واشيل دي، هتنصحها انها تغيرها؟
طبعا اذا كان الشكل بيفرق كثير طبعا احنا يعني الهدف من العلاج بدايه هو علاج تجميلي. أيوة. فاذا في شيء صار في العلم يعني حاجه تجميليه احسن وبيدي نتيجه افضل اكيد ليش لا. طب هل تغيير التركيبات مش هيأثر على الأسنان؟ أبداً، فك التركيبات ما راح يأثر، طبعاً بيفكها إحنا بطريقة معينة بحيث إنه ما نأثر على الأسنان اللي تحتها حتى لو كانت مسحوب أعصابها أو ضعيفة. طيب هي أنا سألت سحر على طرق العناية وقال لي إن لازم يكون في مداومة لزيارة الطبيب بعد أكيد. التركيبة. أكيد. طبعاً مع التركيبات لازم نهتم أكثر. الآن في فمنا في أجسام غريبة. في تركيبات فنحتاج انه ننظفها اول باول، نهتم اكثر من اول. اذا كنا بنفرش اول مرتين الان لازم نفرش ثلاث مرات، تمام، بمتابعه مع الطبيب كل 3-4 شهور. لو في شيء لا سمح الله صار بالتركيبات بنلاحظه اول باول، بنحله من البدايه قبل ما يتطور. طيب السؤال المعتاد بتاعي لكل طبيب اسنان، التركيبه بيبقى تحتها الاسنان الطبيعيه، طريقه العنايه بتاعه الاسنان بتعتني بالاسنان الخارجيه للكفر اللي هي مركباه بالضبط، الاسنان اللي تحت بتبقى بعيدة خالص عن العناية والتنظيف. ما بنركب على أسنان إلا نتأكد إنها خالية من التسوسات، لثة سليمة بنركب عليها. إذا ركبنا عليها هي بتنحمي بشكل كامل، بتكون مقفلة من كل الجهات، فما بيدخل تحتها لا أكل لا لعاب لا موية ولا أي حاجة، فبتكون محمية بشكل كامل. تمام، بس سؤالي بشكل أوضح، هل التركيبة الأسنان الأساسية تحت التركيبة، هل لما أنا بحط عليها الكفر وبعد مثلا 5 سنين انا لا غسلت الاسنان دي ولا نظفتها ولا جيت ناحيتها هي متقفل عليها، هل ده عادي امان؟ اكيد امان تماما، طالما انه ما في حركه في التركيبات طبيعي ما بيصير في الاسنان هذه اي حاجه. عن النقطه اللي بنخاف منها مع التركيبات اللثه، لازم نهتم فيها اول باول، لانه نقطه التحام التركيبات مع اللثه هذه نقطه مره مهمه ولازم يهتم فيها المريض. وطبعا اثناء المتابعه حضرتك بتشوف هل التركيبه دي اتاثرت، اتكسرت، دخل جوه الاسنان حاجه. طبعا هذا هو الهدف من زياره المريض الدوريه للعياده، ده الهدف الرئيسي. بالضبط. شكرا يا دكتور، حياكم الله. هننتقل للاسئله الثانيه. شكرا يا سحر، نورتينا، وبشكرك ان انت شاركتينا الحاله بتاعتك مع دكتور احمد. لا في حبيبه قلبي، بالعكس انا مره اتمنى الكل يستفيد يعني ومش غلط، وبنورك الف شكر لك. شكرا. عشان نحصل على الابتسامة بنلجأ للعدسات أكتر من التركيبات خوفاً من برد الأسنان. عايز أسألك يا دكتور، إمتى الحالة اللي بتجيلك بتقولك أنا عايزة أركب عدسة وحضرتك بتقولها لا لازم تركبي التركيبة؟ طيب هذا النقطة في نقاط كثيرة بنعتمد عليها في الموضوع هذا. طبعاً أول شيء رغبة المريض، هو عايز إيش بالضبط. تمام، أغلب المرضى بيختاروا العدسات عشان ما بيلجأوا لبرد الأسنان بالكامل، تمام، بس إحنا أحياناً بنضطر إلى هذا الخيار إذا كان الأسنان أغلبها مسحوب عصبها متكسرة، يعني لازم إحنا نحافظ عليها بالتركيبات، ما بينفع نحط عدسات على أسنان فيها مشاكل زي سحب عصب مثلاً أو حشوات كبيرة للأسنان أكثر من نص السنة بتكون حشوة، فهنا نحن بنقول للمريض لا تركيبات أفضل لك. وبيبقى يلزم البرد بتاع الأسنان. طبعاً لازم نبرد الأسنان، ولكن هي الأسنان لازم تنبرد نحافظ عليها لأنها مسحوب عصبها بالأول. طيب بتنصح المريض بعد التركيبات الأسنان طرق العناية؟ في نقطة مهمة للمرضى، في أشياء لازم يتجنبها المريض. أول شيء العدسات أو التركيبات ما بينفع يفتح فيها علبة أو يأكل فيها أظافره، ففي النهاية هي أسنان مش مقص أظافر. إذا في كز على الأسنان وقت النوم أو حاجة بنفضل المريض أنه لازم يلبس واقي ليلي. إذا عند المريض بيمارس رياضات عنيفة أو ما شابه ذلك فطبعا لازم واقي فموي أثناء الممارسة الرياضة، وأهم حاجة النظافة الفموية لازم تكون على أعلى مستوى. طيب نوع التركيبة، هل نوع التركيبة بيشترط على المنشأ أم على الماتيريال بتاعها أم على حالة المريض؟ طبعا هذه كل النقاط بناخذها بعين الاعتبار في الحالة. تمام، يعني جاني مريض يبغى يركب عدسات يبقى شفافية عالية ولكن أسنان ما بتسمح بالشيء هذا، بيكون عنده تصبغات أو عنده أوتاد معدنية أو عنده زرعات، فلازم نعمل له حاجة كاتمة عشان ما تبين المشاكل هاي تحت الأسنان. فهذه النقطة اللي بتخلينا نحدد الماتيريال اللي هنستخدمها في الحالة هذه، سواء كان سيليكون كاتم أو إيماكس شفاف أو اللي هو. تمام، الحشوات التجميلية، هل بتلجأ الحشوات التجميلية قبل عملية التركيبات؟ طبعا الحشوات التجميلية مهمة جدا، نبدأ بالعلاجات الفموية قبل أي تركيبات، بنركز أول حاجة على اللثة، صحة اللثة، هذه النقطة رقم 1. النقطة رقم 2 علاجات الأسنان، التسوسات، الحشوات، علاج العصب، وبعد كده نبدأ نركب على أسنان سليمة وما فيها أي مشاكل. العمر في التركيبات،
حضرتك ممكن تعمل التركيبة من أول عمر قد إيه؟ طبعا بنفضل نعمل التركيبات بعد بزوغ الأسنان الدائمة للمريض، ما بينفع نعمل لمراهق لسه أسنانه اللبنية لسه ما طاحت، عفوا للطفل أسنانه اللبنية لسه ما طاحت بشكل كامل. فبننتظر الأسنان تطلع بشكل كامل عشان نقدر نركب تركيبات بصورة صحيحة. طيب العمر الافتراضي للتركيبة والعمر الافتراضي للعدسة. طيب العمر الافتراضي للتركيبات والعدسات بيعتمد اعتماد كلي على المريض، لانه في مريض بيحافظ على نظافه اسنانه وبيهتم فيها بمراجعات دوريه وفي مريض لا. بس بشكل عام العمر الافتراضي للعدسات والتركيبات من 10 سنوات الى 15 سنه. طيب ايه الحالات اللي ممكن تجي لك وتقول لك انا عايز تركيبه او عدسه وتقول لها انت لا يصلح معك التركيبه او العدسه؟ غالبا المشاكل هذه بنواجهها في مرضى تقويم الاسنان، بيكون عنده تزاحم بالاسنان شديد او مشاكل في الاطباق، فبنوجهه لعلاج التقويم في البدايه. بعد ما يخلص علاج التقويم ممكن نبدا له علاج التركيبات والابتسامه، ولكن غالبا اغلب المرضى بعد علاج التقويم ما عاد بيحتاجوا اي ابتسامه. طيب في حاله ان المريض عمل تقويم وخلاص السنان ظبطت وشال التقويم عايز يعمل تركيبه، هنا بنرجع لرغبه المريض. اذا المريض لون اسنانه عاجبه وشكل اسنانه ورصتها عاجبه بعد علاج التقويم ما في داعي نعمل له تركيبات ابدا، وبننصح المريض بهذا. لكن اذا المريض اصر علينا والح انه يعملها، في النهايه رغبه المريض بناخذها بعين الاعتبار. طيب في الحاله دي في بعض الحالات بعد التقويم بفتره الاسنان بترجع تاني يحصل فيها اعوجاج او تباعد؟ اذا بعد العلاج التقويم حبينا نعمل للمريض تركيبات او عدسات باي سبب كان، بناخذ بعين الاعتبار ان الاسنان ممكن يحصل فيها او الحاله يحصل فيها ريلابس وبيصير الانتكاسه في الحاله التقويميه وبتبدا تتحرك الاسنان. فبعد ما نركب التركيبات ممكن نعمل مثبت متحرك على التركيبات العدسات، او اذا تركيبات زيليكون بيفضل نعملها جسور بحيث انها تكون متماسكه مع بعض ما بيحصل فيها اي ريلابس للحاله. طيب حاله مريض في اصفرار فقط في الاسنان وعايز الاسنان تكون ناصعه بيضة، هل بتنصحه بالتركيبه او العدسه مباشره ام بتلجا للتبييض بتاع الاسنان؟ طبعا في الحالات هذه بنفضل الحلول السهله، نبدا مع المريض بالتبييض، ممكن يوصل لابتسامه هدوء بتبييض بس او تبييض بس، ما في داعي ندخله في دوامه التركيبات او الابتسامه. تركيبات الاسنان المنفصله والمتصله، هل ممكن المريض يركب في نفس الوقت بعض الاسنان متصله والبعض الاخر منفصله، وهل ممكن طقم متكامل يكون متصل وحضرتك تركبه للمريض؟ طبعا بعض الحالات، طبعا اول ما يجي المريض للعياده لازم نكتب خطه علاجيه بنفصل المريض النقاط هذه كلها. بعض الحالات بيكون فيها فقد الاسنان او اسنان معمول لها سحب عصب، فبنضطر انه او الاسنان ضعيفه بشكل عام فبنضطر انه نعملها كتركيبات متصله. وفي بعض الحالات لا، بتكون الاسنان سليمه ما فيها اي مشاكل فبنقدر نعمل لكل سنه لوحدها. لكن في النهايه هذا بيعتمد على حاله المريض، ولازم نناقش المريض في النقطه هذه ونشرح له. بعض الحالات بتكون الفك اللي فوق تركيبات زيليكون متصل واللي تحت عدسات ايماكس كل سنه لوحدها، وهذا برضه بيعتمد من مريض لمريض. الابتسامه الثابته والمتحركه حضرتك بتفضل ايه فيهم؟ بيعتمد على حاله المريض. طبعا الابتسامه المتحركه اللي هو السناب سمايل، اذا الاسنان المريض جانب اسنانه سليمه ما فيها اي مشاكل ولكن عنده مناسبه قريبه وحاب يحضر باسنان بيضة، حاب يظهر مظهر مختلف، ممكن انصحه بالسناب سمايل او الابتسامه المتحركه لمناسبه او مناسبتين مو اكثر من كذا، لانها في النهايه هي متحركه ويعني مش دائمه، فبيشيلها وبيحطها وقت ما يبقى، وفي مزعجه في الاكل والكلام في بعض الحالات. لكن اذا المريض بيشتكي من مشاكل في اسنانه، في اسنان مفقوده، في حشوات متصبغه، في اسنان مسحب لها عصب، ويجي يبغى سناب سمايل او ابتسامه متحركه، طبعا هنا بقول للمريض لا، انت لازم تدخل في علاج للاسنان بشكل كامل، من علاج لثه وحشوات وسحب عصب، وبعد كده نخش في الابتسامه كامله ثابته سواء كانت تركيبات او عدسات. طيب انا عايزك تدينا نصائح بعد التركيبات. طيب اهم نصيحه اوجهها لمرضى التركيبات او مرضى العدسات اللاصقه للاسنان هو الاهتمام بالنظافه الفمويه. اكثر المشاكل اللي بنواجهها في عياده الاسنان المرضى اللي بيجون يعانون من مشاكل التركيبات او العدسات، السبب الرئيسي هو التهاب اللثه، نزيف في اللثه، والسبب بيكون التفريش بطريقه غير صحيحه او المعجون مو مناسب او نوعيه الفرشه للاسنان ما هي مناسبه. فاهم حاجه التفريش والنظافه الفمويه والاهتمام بها بشكل رئيسي.
تمام، شكرا يا دكتور احمد، نورتنا. حياكم الله، انتوا اللي نورتوني. شكرا، الله يرضى عليك يا رب. كان معنا دكتور احمد غريب، طبيب تجميل اسنان بمجمع المسواك فرع التحليه. خليكم معايا في الفقره الجايه ان شاء الله. خلصت حلقتنا، كنت معاكم اليوم من مجمع المسواك شارع التحليه. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم دكتور محمد فؤاد، طبيب وجراحة الفم والأسنان، مجمع المسواك، فرع التحلية، جدة. احنا كنا اتكلمنا مع بعض في الفيديو اللي قبل كده عن ازاي اقدر اعوض مكان السن او الدرس اللي حصل فيه تلف ومبقاش موجود وبقى مفقود، واتكلمنا على ان هي قدامي طريقتين، الطريقة القديمة اللي كانت متبعة اللي هو تركيب الجسر عن طريق برد الأسنان اللي قبله وبعد الخلع، او الطريقة الجديدة اللي هي او مش الجديدة قوي بس هي ظهرت نتيجة التقنية والتكنولوجيا اللي حصلت اللي هي زراعة الاسنان، سواء بسن سواء باثنين سواء بثلاثة، على حسب عدد الاسنان اللي موجودة وعلى حسب عدد الاسنان اللي مفقودة والعظم اللي موجود. طيب احنا النهاردة في الفيديو ده هنتكلم ونقول ليه ممكن اركب الجسر وليه مش حلو ان انا اركب الجسر، وامتى اقدر اركب زرعة وامتى ما اقدرش اركب زرعة. طبعا احنا لما بنتكلم على عيوب الجسور، وهي عيوب ناس كتيرة بتشتكي منها، هي أكترها وجود رائحة، الرائحة اللي بتطلع بعد فترة من تركيب الجسر، مع أنه في الأول بيدي لك شغل كويس شكل كويس، إنما بعد فترة لا بتبدأ تظهر دايما شكوى من المرضى عن طريق رائحة الفم الكريهة. طيب ده نتيجة إيه؟ نتيجة وجود إن في سن أصبح معلق. يعني إيه معلق؟ يعني سن مش طالع من منبت اللحم زي أسناننا الطبيعية حسب ما ربنا سبحانه وتعالى خلقنا. فبالتالي بعد فترة من تركيب الجسر نتيجة ضغط السن المعلق عن طريق التلبيسة على اللثة بطريقة مباشرة في الأكل أو في غير الأكل، بيحصل ارتخاء أو تهتك في نسيج اللثة اللي موجود تحت التركيبة، بينتج عنه مسافة، بينتج عنه مسافة ممكن تبقى ملي نص ملي بالمايكرون، بس الأكل بيقدر يعدي وبيقدر يخش وبيقدر يقعد، وصعب جدا على المريض تنظيفها من تحت الجسر. بينتج عنها بعد فترة وجود الرائحة، ومش كده وبس، ده ممكن كمان تحصل تلف في الأسنان اللي مبرودة قبل وبعد الخلعة اللي احنا مركبين عليها الجسر، واللي ملهاش أي ذنب غير ان هي موجودة قبل وبعد الخلعة، وممكن يبقى سن سليم لا في تسوس ولا في أي شيء، اللهم بس احنا عايزين نركب مكان الخلعة فبنبرد قبل وبعد وبيتم تركيب الجسر. بعد فترة من الخلل اللي حصل نتيجة البكتيريا، نتيجة قيح، نتيجة صديد، أي من يكون، المهم فيه بقايا أكل قاعدة، بينتج كمان تسوس في الأسنان اللي تم برضها يمين ويسار الخلعة. يبقى أنا بدل ما كان عندي سن مثلا أو درس حصل فيه تلف، حصل فيه مشكلة تم خلعه، أصبح بعد فترة عندي مشكلة في السنين اليمين واليسار اللي حصل برضهم، فتكلفت سنين زيادة، فبالتالي أصبح عندي مشكلة. بعد ما كان عندي مشكلة في سن واحد حصل فيه تلف أو اتخلع، أصبح عندي مشكلة في ثلاثة أو في خمسة أو أي من يكون العدد نتيجة وضع الجسر على الأسنان دي، ونتيجة وجود تراكم للبكتيريا وتراكم للأكل حصل التسوس واتخلعت كل الأسنان. طيب هل كل المرضى ينفع لهم بس جسور؟ لا طبعا، في مرضى كتير بنفضل تحويلها من الجسر للزراعة. ليه؟ هنا بقى فايدة الزراعة، انك انت عندك سن حصل فيه مشكلة او درس تم خلعه، فبالتالي بتم وضع الزرعة في نفس مكان الدرس او السن اللي انت خلعته، بالتالي بيخلي تركيبة السن بعد كده طلع من تحت منبت اللثة الاساسي، يعني بنقول شبه للي ربنا خلقنا عليه. طبعا مستحيل ننتج شيء نفس اللي ربنا خلقنا عليه، بس احنا بنقول شبه او بطريقة افضل مليون مرة من الجسر، لأن أنا تلفيت وضع شيء فوق اللثة وطلعته من تحت منبت اللثة زي ما كان مفروض يكون عليه الأول. ده أولا. ثانيا، إن أنا رحمت الأسنان اللي ملهاش أي ذنب غير إن هي موجودة زي ما قلنا قبل كده قبل وبعد الخلعة، من إن أنا أبردهم حتى لو كانت أسلام ممكن ما يكونش الأسنان دي أصلا عليها أي تسوس أو أي مشكلة. فهنا الزرعة أصبحت أفضل بكتير من حيث التركيب، من حيث الوظيفة، من حيث الشكل، من حيث التنظيف، لأن طبعا عندي في الجسر ما أقدرش أنظف، خيط الأسنان أصبح وظيفته منتهية
ما اقدرش ادخل الخيط ما بين اسناني، انما الزرعه لا بتخلي لك تقدر تنظف بالخيط عادي جدا ما بين اسنانك، لان كل سن بيبقى لوحده نفس اكنك بالظبط ما فقدت الشيء من اسنانك الاصليه. المدرسة القديمة كانت بتقول لا أخلع واستنى وبعد كده أزرع، التقنيات الحديثة خلت الموضوع ده لا، وارد جدا وجايز أن أنت تخلع وتحط الزرعة في نفس الوقت مباشرة، بيقلل لي فقد العظم وبيقلل التآكل وبيقلل لي الشغل ذات نفسه في أن أنا أحفر العظم، زائد كمان تمركز السن في المكان الأساسي اللي كان موجود عليه، وخصوصا في المنطقة الأمامية لأن دي منطقة أهم فيها شيء التجميل أن هي تكون إلى حد ما طبيعية. حاولنا ان احنا نلم معاكم الموضوع، ولو في اي استفسارات احنا موجودين، وبكده الى حد ما قلنا لكم الفرق ما بين الزرعة وما بين الجسر، ويا رب نكون ان احنا قدرنا نشرح بطريقة مبسطة شوية، وان شاء الله نكون معاكم في فيديو تاني. شكرا وسلام عليكم.